سلام. بالجيمينج بصفة عامة فما شروط لازم الديفلوبر يمشي عليهم باش يحاول يصنع لعبة بيرفكت وتعجب العباد، وأهم حاجة وأول حاجة يبداو يخدموا عليها واللي هو الجيم بلاي بطبيعة، خاطر ما تجيش لعبة وجيم بلاي خايب. والثاني أهم حاجة واللي هي البيئة نتاع اللعبة ولا تصميم المراحل ولا الميسيونات نتاع اللعبة، واللي يلزم يكون الجيم بلاي وتصميم المراحل متناسقين مع بعضهم. والحاجة الأخرى اللي كان يخدموها خايبة يمكن تهلك لعبة كاملة خدمين عليها سنين وسنين، واللي هي الموسيقى. فما عبيتش يقولك اش داخل الموسيقى، فما عبيت ميوت الموسيقى عاد تدخل تلعب. ايه غالي ذكي تبدا تلعب في الاونلاين دونك رايك ما نحسبوهوش ماكس موجود معانا. الموسيقى في برشا العاب ومش الكل تكون اهم عامل يخليك تحب اللعبه. الموسيقى اهم حاجه تخليك مركز مع اللعبه، تصالك الجو بتاعك وانت قاعد تلعب. والشيء ذي ماهوش جديد، خلينا نعملو ضربه تاريخ ونغوصو شويه. بلي سيدك بن سيدك، اول لعبه كان فيها ساوند مش موسيقى جوست اصوات هي لعبه بونغ، اللي هبطت على الاركاد عام 72 وهبطت للناس الكل عام 75، واللي هي مش اول لعبه تعملت يا سيد راكو خي. والساوند اللي كان موجود في بونغ هو بونغ هذيك هي الحكاية. ولكن بعدك نوعا ما نجمو نحسبوها أول موسيقى ظهرت واللي كانت موجودة في لعبة على الأركاد واللي هي سبيس انفيدرز. اللعبة دي تقعد تقتل في الإيليينز، ولكن كيما يبقاو كي زوز إيليينز واللي يعطولك كي بشوي بشوي وتبدأ تسمع كي أربع كي نوتات يمشيوا كي بزربة نوعا ما باش يخوفوا البلاير. ودي نجمو نحسبوها أول موسيقى كانت داخلة في اللعبة وكانت تأثر على الجو تاع اللعبة نوعا ما، خاطر تقعد ماهيش موسيقى بالرسم. أما بعدك حرفيا أول مرة يكون الأوس تاع اللعبة يأثر في وسط اللعبة التجربة بتاعك والجيم بلاي، واللي كانت مع البلاي اوف فاينل فانتازي 7. في اللعبة دي واللي هو مين فيلن في اللعبة واللي هو سيفيروث كان عنده الثيم بتاعه الخاص، موسيقى مخدومة على قده. وغاديك يمكن نجمو نحسبوه الانطلاقة بالرسمي للموسيقى في وسط الألعاب وكيفاش تطورت على الأخر. وزاد في اواخر التسعينات واول الالفينات واللي ذاك هو كان الجولدن ايج نتاع الفيديو جيم ميوزك، جات لنا لعبه اسمها هارت اوف داركنس وعملت نقله نوعيه في الفيديو جيم ميوزك، خاطر عملت اول اوست نتاع اللعبه مخدوم من عند اوركسترا خصيصا لها هي اوريجينال ساوند تراك. والموسيقى تاع اللعبه خرجت على سي دي وحده تنشري من امازون. والانطلاقه نتاع الموسيقى كما قلت بدات مع بلاي اه وزاد مع دوم واللي من الاوائل فيرست بيرسون شوتر، كما نعرفوا الموسيقى نتاعها اقوى الموسيقات الهارد كور روك. ونالا يا سيدك يا سيدك نتبينوا التاثير نتاع الموسيقى في وسط اللعبه في وسط الفيديو جيم اندستري عامه. وجرت الموسيقى دي ظهرت زاد العاب خصيصا بالموسيقى كيما جيتار هيرو الغنيه عن التعريف، لعبه تتلم وتبدا عامله جو وتلعب ابار جيتار. زاد كان فما النسمي وهذه طبله ليه طبله في المهم هذه تنجم تلعب بها دونكي كونغا واللي هي عباره على دونكي كونغا مش قاعد تدرب حاسيل وتعمل في الموسيقى محلاه الجيمين. When they're just being at their creative weirdest, dumbest possible. كما نحكينا على كل ما هو تاريخ توا خويا ندخلوا الرأي في الموسيقى. كيما حكيت مالو الموسيقى يعملوها للالعاب باش يحطوك في جو معين تعيش فيه الميسيون وتعيش فيه اللعبه بصفه عامه. هذاك علاش راهو اغلبيه العاب بلاتفورم كراش والى اخره يكون كل مرحله في اللعبه عنده الموسيقى نتاعو الثيم نتاعو الخاص، ما يخليكش تقلق من ستاج لستاج. الموسيقى زاده ما تكونش كيف في الوقت اللي انت دخلت تلعب، لازم تكون في المين مينيو نتاع اللعبه تبدا تسمع في العظم. كما حكيت زادا في اول فيديو الموسيقى لازم تكون متناسقة مع الجيم بلاي، ولكن الشيء ذا يتحطم مع اعظم لعبة هبطت اسمه الاوست متاع اللعبة سمعتو ركزت شوف اللعبة عارفين اللعبة دي ما داخلة ما في زبالة التاريخ، ولكن الأوست متاع اللعبة كيسة سبحان الله. فما العاب لا يكون فيها لا للدين لا من الذي لا أوست لا جيم بلاي. والموسيقى أنواعها كما موسيقى سبلينتر سيل مثل متاع ستيل، ولا موسيقى الفايت متاع جود أوف وور ولا شادو ذا كولوسس. زادك فيما تلعب في لعبة سولز تسمع في الموسيقى تضرب في الباك جراوند وقتها قاطع يا مزمر. وذا إيش نقصد بيه يعيشك الجو متاع اللعبة. كمان مترول وتو باش تعديو لأعظم موسيقات أنا سمعتهم في حياتي في الجيمين. لا شك اني باش نذكر موسيقات Assassin's Creed 2 و Brotherhood. ريفيليشن ما كان فيها شيء جديد الحقيقه. براذر كي تسمع ايديوس فاميلي لحمك مشي قشعر بركه. ما نساش هذا موسيقى في فينيس في ساينت هيل 2، والموسيقى وقت تمشي ليوناردو دافنشي في اللعبه يا معلم. حتى في اساسن سكريد 1 زاد كان فيها ساوند تراك ماهوش عادي. كيف زاد تاع اساسن سكريد بلاك فلاج الموسيقى ولا الشانتيز اللي يغنيوهم البحاره على السفينه. اما لازمني نقول يا اساسن سكريد فالهالا بالرسمي عندها ثيم كاس
الناس. تو جيت نصر في مخي على الموسيقى تذكرت بوم بورش موسيقى يا صاحي. مش حكي من كل شيء قد الغدوة يا غالي. أما أي دون جيف أ فوق. خلينا أخوي نتعدوا من جو الأساسنز ونمشيوا لشوية الرعب، واللي أول لعبة بشكل كامل ريزنت سيريز تيفل بصفة عامة، واللي أحسن أوستيت عندي اللي هو المين ثيم تاع ريزنت ايفل 3. وهذا محازة في سيريز تيفل الكل، واللي هي الموسيقى اللي موجودة في السيف رومز الكل، خاصة العالم بتاع السيف روم تاع ريزنت ايفل 2 ومتاع ريزنت ايفل 4 زادا، يعني تو مازلت قانع فيها زاد بالرسمي ليفل آخر. اللي حب يسمع أغلبية الموسيقى هذي تحط لكم بلاي ليست سبوتيفاي، بلاي واحد فيكم كان فما خليجي في واحد يبعث لي جيفت ولا من عالسميهم في سبوتيفاي ذاك حب بريميوم. فما ليك بقشيش حقه وين هربين انتم تحبوا فيديوهات بقشش نعرف حد مهم وما هكا موجود في الديسكريبشن. وبش نحكي على اعظم موسيقى صارت في تاريخ الجيمينج، موسيقى سايلنت هيل ومن دون نقاش، وما عاش تحل فمك في الحكاية دي.